بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اللينك اي بي بيتحرك انجولار موشن، بيتحرك بيور روتيشن، بيدور حوالين نقطة او مركز الدوران اللي هو الاي، والسرعة الدورانية لللينك باربعة راديان بير سكند عكس عقارب الساعة في الاتجاه ده، والعجلة الدورانية الألفا 5 راديان بير سكند سكوير مع عقارب الساعة، وطول البار اي بي ب2 متر. عايزين نحدد الفيلوستي والاكسلريشن للسلايدر بلوكسي في هذه اللحظة. عايزين نحدد الفيلوستي والاكسلريشن للبلوك سي للسلايدر سي. عشان نحدد سرعة نقطة سي لازم نجيب سرعة نقطة بي. سرعة نقطة بي هي النقطة الواصلة بين اللينك اي بي واللينك بي سي، فنجيب سرعة نقطة بي وبعد كده ننسب سي لبي او عن طريق الاي سي نجيب الايه سرعة سي. طيب هنجيب سرعة ده عندنا دلوقتي اهو ده اي وبي. اللينك ده بيتحرك روتيشن موشن في الاتجاه ده كده، والاوميجا بتاعته باربعة راديان بير سكند. يبقى كل نقطة على اللينك ده، النقطة دي لها سرعة والنقطة دي لها سرعة والنقطة دي لها سرعة، بتبقى عمودية على اللينك ومع الأوميجا، عمودية على اللينك ومع الأوميجا. كل ما بعدت عن المركز كل ما السرعة بتزيد، كل ما بعدت عن المركز كل ما السرعة بتزيد. يعني هنا مثلا ده 2، ده مثلا ايه هنا كان نص، يبقى السرعة تبقى ايه، سرعة النقطة دي هتبقى الأوميجا اللي 4 في نص. طيب هنا 4 في نص مثلا ب2، هنا مثلا كانت بأربعة في واحد، هنا عند منتصف اللينك مثلا كانت بأربعة، هنا مثلا عند نقطة بي هتبقى ايه أقصى قيمة لها، هتبقى أقصى قيمة اللي هي هتبقى الأوميجا أربعة في الاتنين بتمانية، وبرده اتجاهها هيبقى عمودي على اللينك ومع الأوميجا. الأوميجا في الاتجاه ده عمودية على اللينك أهو ومع الايه الأوميجا. كده حددنا سرعة نقطة البي، سرعة نقطة البي اهو 4 في 2 ب8. طيب الاتجاه قلنا هي مع الاوميجا او عمودية على اللينك، او نحددها عن طريق الكي وجي. انا عندي دلوقتي الاوميجا دي عكس عقارب الساعة، يعني كي موجب، هي السرعة بتساوي اوميجا في ار. طيب نضرب بقى الاتجاهات في بعضها، اتجاه الاوميجا في اتجاه الايه الراديوس. طيب الاوميجا اللي هو في الاتجاه ده كده عكس عقارب الساعة، يبقى كي موجب في الراديوس من مركز الدوران للنقطة، يعني في الاتجاه ده كده مركز الدوران للنقطة، يعني في اتجاه الايه في اتجاه الجي، يبقى كي في جي بسالب الاي. هذا سالب الاي، ده اتجاه الاي الموجب او اكس الموجب، وده الاكس السالب، يبقى ده سالب الاي، يبقى سالب الاي. طيب سرعة نقطة دي بالنسبة للسرعة. طيب بالنسبة بقى للعجلة، بعد كده نخش بقى نجيب سرعة عجلة نقطة السي. العجلة هنا لما يكون عندنا جسم أو لينك بيتحرك روتيشن موشن، هيبقى عندنا العجلة هتبقى مركبتين، الاتنين متعامدتين، يعني واحدة كده واحدة هتبقى مع الألفا، الألفا كده هي هتبقى مع الألفا وعمودية على البار، ودي بتسميها التانجنت، ألفا في الآر، تانجنت للإيه للدايرة بتاعت الإيه الدوران، تانجنت للدايرة. الجسم لما بيتحرك لما بيدور بيعمل دايره بالشكل ده، هو ايه الاي تانجنت بتبقى تانجنت للدايره دي، تمام. طيب الاي نورمال بتبقى من النقطه نورمال رايح للمركز، نورمال او بنسميها عجله مركزيه، بتبقى رايحه للمركز في الاتجاه ده كده، يبقى واحده في الاتجاه ده وواحده في الاتجاه ده متعامدتين على بعض. طيب دي بتساوي الالفا في الار، انا معايا الالفا بخمسة والار ب2، يبقى 5 في 2 ب10. طيب الاتجاه بقى، الاتجاه في الاتجاه ده من خلال معرفة اتجاه الأوميجا، أنا معايا اتجاه الأوميجا الألفا، ادينا اتجاه الألفا في المسألة، يبقى دلوقتي الألفا في الاتجاه ده يبقى الألفا في الأر هتبقى مع الألفا وعمودية على البار، يعني في اتجاه الأي الموجب، هذا الأي الموجب أهو، أو من خلال كي والجي. إزاي أنا دلوقتي الألفا هتبقى سالب كي كأنها مع عقارب الساعة في الراديوس اللي هو برضو من مركز الدوران للنقطة، يعني في اتجاه الجي.
طيب ك في ج بسالب الاي وسالب كمان يبقى موجب، سالب في سالب موجب، يبقى بموجب الاي يعني في الاتجاه ده كده اهو بموجب الاي. طيب العجله الثانيه بقى بأوميجا سكور في الار ورايحه للمركز، اوميجا هنا هذا اوميجا ب 4، اوميجا ب 4 اوميجا سكوير كقيمه بس، اوميجا سكوير كقيمه بس ماشي. في الار، الار من مركز الدوره ب 2 جي برضه، يبقى ب 2 جي، يبقى دلوقتي سالب اوميجا سكوير 4 تربيع 16 في 2 ب 32، وده السالب نزل وده الجي نزل. طيب يبقى ده احنا قلنا ان هي ايه العجله رايحه للمركز تمام، او طلعت في اتجاه الايه في اتجاه السالب جي، طلعت في اتجاه السالب جي. العجلة من النقطة لمركز الدوران في الاتجاه ده كده في اتجاه الايه السالب جي. هنا الاوميجا، هنا الاوميجا قيمة بس، اوميجا تربيع، اوميجا سكوير قيمة بس من غير اتجاه، والسالب ده اساسي عندنا عشان يديك في الاخر يديك ايه سالب جي اللي هو رايحة للمركز. طيب نيجي بقى للبار الثاني اللي هو بي سي. احنا قلنا ان سرعة نقطة البي في الاتجاه ده كده، هذا سرعة نقطة البي قلنا في الاتجاه ده كده. طيب يبقى الاوميجا بتاعت البار ده هتبقى مع، طيب الاول نشوف البار ده احنا قلنا بيتحرك روتيشن مش، طب البار ده بيتحرك ايه؟ ده بيتحرك حاجة من اتنين، لا إما يتحرك ترانسليشن أو جنرال تمام. لو لقينا إن مفيش أي سي يبقى بيتحرك ترانسليشن، لو لقينا إن في نقطة الأي سي اللي هو مركز دوران البار ده يبقى ده بيتحرك إيه جنرال. طيب هذا سرعة نقطة البي في الاتجاه ده كده، وسرعة السي هتبقى في الاتجاه ده كده، هتبقى السلايدر بيتحرك جوه المجرى. مش عارف بقى الفوق ولا لتحت، انا هعمل ايه؟ هاخد عمودي على السرعه الاولى، ادي السرعه الاولى ديت السرعه بتاعه بي في الاتجاه ده كده، هاخد عمودي عليها، ادي العمود اهو، والسرعه الثانيه في الاتجاه ده لفوق او لتحت هاخد عمودي عليها برده، عمودي عليها اتقطعوا في نقطه، يبقى دي نقطه الايه الاي سي. يبقى طالما في نقطة اي سي يبقى ده بيتحرك جنرال بلا موشن، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هننسب نقطة سي لنقطة البي. طب لو كان بيتحرك، لو ما كانش في اي سي وكان بيتحرك ترانسليشن، الجسم بيتحرك ترانسليشن، بيبقى كل السرعات ايه؟ بيبقى كل السرعات في اتجاه واحد، بيبقى كل السرعات في اتجاه واحد، وكل كل النقط لها نفس السرعة وفي نفس الاتجاه، نفس السرعة وفي نفس الاتجاه، كنا هنساوي سرعة نقطة سي بسرعة نقطة البي على طول. هنا ده بيتحرك ايه؟ بيتحرك جنرال بلان موشن، يبقى هننسب النقطتين لبعض. طيب من خلال معرفه الايه اتجاه سرعه نقطه البي نقدر نحدد اتجاه الاوميجا، الاوميجا بتبقى مع الايه مع السرعه. طيب الجسم ده بيدور في الاتجاه ده، سرعه اي نقطه بتبقى مع اتجاه الدوران، سرعه اي نقطه على البار بتبقى مع اتجاه الدوران. طيب اتجاه الدوران في الاتجاه ده، يبقى سرعة نقطة السي تبقى في أي اتجاه؟ تبقى في الاتجاه ده كده. طيب أنا مش عارف أحددها من خلال اتجاه الدوران، ممكن نفرضها، هنفرض إن هي في الاتجاه ده كده. طيب أنا دلوقتي معايا البعد ده ب2 و المثلث ده 3 4 5 ماشي، يبقى الزاويه دي كده، هذا المثلث ده كده اهو كبره شويه، ده 3 4 5. لو عايزين نجيب الزاويه دي مثلا دي سيتا، الزاويه دي سيتا، الزاويه دي كده 90 وسيتا اللي سميناها سيتا ودي فاي ب90، يبقى فاي والزاويه دي برده ب90 بس دي سيتا ودي سيتا برده، يبقى احنا من خلال المثلث هنجيب سيتا اللي هي الزاويه دي. طيب تان سيتا من هنا
هيساوي 4 3. شيفت تاني 4 3، شيفت تاني 4 3 53. يبقى الزاوية سيتا دي بإيه؟ ب53. طيب أنا معايا البعد ده بخمسة من عشرة، هو مدولنا بخمسة من عشرة. يبقى أنا دلوقتي معايا في المثلث ده كده، معايا الزاوية سيتا ومعايا البعد ده خمسة من عشرة، يبقى أقدر أجيب الإيه؟ المثلث ده قائم، يبقى أقدر أجيب البعد ده أسميه مثلا إكس، يبقى إكس يساوي إيه؟ يبقى تان سيتا، تان سيتا هيساوي الإكس على خمسة من عشرة. يبقى تان سيتا اللي هو 4 3 في ال 5 من 10 يدينا البعد ده اللي هو البعد الاكس ده اللي هو البعد ده كده، هيطلع بايه؟ ب 66 من 100. يبقى انا كده قدرت احدد الريديوس او من نقطه بي، البعد من نقطه بي لحد مركز الدوران اللي هو الاي سي اللي هو البعد ده كده كله، هيبقى باتنين 66 من 100. طيب انا معايا البعد ده بخمسة من عشرة والبعد ده جبته 66 من 100، ده وتر في المثلث، ده وتر في المثلث لان ده افقي وده راسي، يبقى اقدر احدد ده. يبقى الجذر التربيعي، الاجابه تربيع اللي هو 66 من 100 تربيع زائد خمسة من عشرة تربيع بتلاتة وتمانين من مية. طيب 83 من 100، أنا معايا سرعة نقطة البي هيساوي الأوميجا في الآر، الآر جبته، الآر اللي هو 62 من 100، سرعة النقطة الآي سي بيعمل إيه؟ بيحول الجنرال بلا موشن بيحوله لروتيشن موشن، بيخلي البار ده بيدور حوالين النقطة، تمام؟ فيبقى سرعة نقطة على البار بتساوي الأوميجا في بعدها عن الآي سي. سرعة نقطة البي إحنا جبناها فوق بـ8. طيب الأوميجا عايزينها، الآر اللي هو من نقطة بي لآي سي بـ62 من 100 اللي هو البعد ده كده، وأدي برضو السرعة هتبقى عمودية على الإيه؟ عمودية على الخط الوصل من النقطة لإيه؟ لمركز الدوران. يبقى دلوقتي الأوميجا هتساوي إيه؟ هتساوي 8 على 2 66 من 100 بـ3. طيب بـ3. طيب ال 8 دي هي طلعت بـ3، ده المقدار. طيب الاتجاه بقى، الاتجاه في الاتجاه ده من خلال ان احنا عارفين ال في بي، طيب او من خلال كيو جي. ازاي بقى؟ عندي دلوقتي ال 8 دي في اتجاه السالب ار، يبقى المفروض حاصل ضرب الاوميجا في الار يدينا برضو سالب ار. طيب الاوميجا هنفرض مثلا ان هي في اتجاه ال كي الموجب، نفرض ان هي في اتجاه ال كي الموجب، نضرب الكي دي في الريديوس، الريديوس هيبقى من مركز الدوران اللي هو الاي سي، الاي سي هنا اهو، الاي سي هنا اهو، من مركز الدوران للنقطة، يعني في اتجاه ده، في اتجاه ايه؟ في اتجاه جي، يبقى الكي في جي، طيب الكي في جي يديك ايه؟ يديك سالب ار، يبقى فعلا الايه؟ الاوميجا في اتجاه الكي الموجب، يبقى الاوميجا في اتجاه الكي الموجب، ادي الاوميجا في اتجاه الكي الموجب اللي هو مع اللي هو عكس عقارب الساعة. كده جبنا الاوميجا. طيب نقدر نجيب سرعة نقطة سي، طالما جبنا الاوميجا، الاوميجا ثابتة للايه؟ للبار. اللي بيتغير سرعة النقطة، يعني سرعة النقطة دي غير سرعة النقطة دي، غير سرعة النقطة دي، غير دي، غير دي، غير دي، غير دي، على حسب بعدها عن مركز الدوران، كل نقطة لها بعد. طيب النقطة دي جبنا البعد بتاعها اللي هو 83 من 100 من خلال ايه؟ المثلث ده كده، من خلال المثلث ده. طيب يبقى ال 3 في 83 من 100، 83 من 100 ب 2.49، يعني 2.5 من 10. طيب الاتجاه، الاتجاه قلنا ان هي في الايه؟ سرعة نقطة سي، قلنا ان هي مع الايه؟ الاونج، مع الاونج. وممكن نحدد عن الطريق الاي الكي والاوميجا الكي في الجي والكلام ده، بس لازم نحلل. طيب مش مشكلة،
عرفنا ان هي ايه في الاتجاه ده مع الايه مع الاوميجا. بعد كده احنا جبنا السرعات، سرعة نقطة سي، عايزين بقى نجيب عجلة نقطة السي. طيب عجلة نقطة السي طيب عجلة نقطة السي ده بيتحرك جنرال بلان موشن، ده كده بيتحرك جنرال بلان موشن. طالما احنا لقينا ان له اي سي، له مركز دوران، يبقى ده بيتحرك جنرال بلان موشن، يبقى هننسب نقطة سي لنقطة البي. طيب نقطة سي في حالة السرعات بنستخدم اي سي او بنستخدم ريلاتيف، ده صح وده صح. في حالة العجلة بنستخدم ريلاتيف بس، ريلاتيف فقط، ما ينفعش نستخدم اي سي في حالة العجلة، ما ينفعش نستخدم اي سي. طيب اداة الاي سي هنسيبها لبي، يبقى اي بي، يبقى اي سي بتساوي الاي بي زائد اللي نتج، ده اللي نتج عن الترانسليشن. الجنرال بيبقى حاجتين، جنرال بيبقى حاجتين، ترانسليشن وروتيشن. الترانسليشن اللي هو السرعات بتساوي العجلات بتساوي بعضها، اداة اي سي بيساوي اي بي، كمان روتيشن يعني في الفا في ار واوميجا سكوير في ار، يبقى ناقص اوميجا سكوير في ار. طيب هنا نقطة البي، نقطة البي العجلة بتاعتها اهي، هنشيل ده كده ونحطه هنا اهو، 10i ناقص 32j. طيب زائد الألفا في الآر، زائد الألفا في الآر. طيب هنفرض إن الألفا في نفس اتجاه الأوميجا، يعني في الاتجاه ده كده، ده فرض، ده فرض. هنفرض إن الألفا في نفس اتجاه الأوميجا اللي هو عكس عقارب الساعة، يعني ألفا موجبة، ده فرض، ماشي. في الآر، طيب الآر من مركز الدوران أو من النقطة اللي أنا منسب ليها، أنا دلوقتي منسب سي لبي، سي ريلاتيف لبي، يبقى من البي للسي، من البي للسي، يعني في الاتجاه ده كده. طيب الاتجاه ده كده، يبقى هنحلل مرة كده ومرة كده. طيب دلوقتي في اتجاه، هيبقى في اتجاه الجي السالب وفي اتجاه الاي السالب، هذا سالب اهو وهذا سالب اهو. طيب في اتجاه الاي بكام وفي اتجاه الجي بكام من خلال المثلث ده كده، هو البعد ده الوتر ده لما تحلله في اتجاه الاي والجي هيديك البعدين دول، اللي هو القاعدة والارتفاع، اللي هو 5/10 و 2. ال 5/10 موازية للاي، يبقى هو في اتجاه الاي سالب 5/10، الاتنين موازية للجي، يبقى ده ايه بسالب 2 جي. طيب ناقص اوميجا سكوير في الار، الاوميجا سكوير احنا جبنا الاوميجا بي سي كانت ب3، كانت بايه؟ ب3، يبقى ناقص اوميجا سكوير، اوميجا هنا من غير اي اتجاه، ناقص اوميجا سكوير، ناقص 3 تربيع. في الار نفس الار دي، نفس الار دي، نقلها هنا كده. طيب الاي نقطة سي، هنفرض ان الاي سي في الاتجاه ده كده، نفرض ان الاي سي في الاتجاه ده كده، والسلايدر حركته بتبقى جوه المجرى، تمام، سرعه النقطه في الاتجاه ده كده، وكذلك العجله برضه في الاتجاه ده. احنا هنفرض ان هو في الاتجاه ده، يا ممكن تطلع عكس الاتجاه، هنشوف في لما تطلع في الاخر. طيب الاي سي، يبقى احنا كده هنحلل الاي سي في الاتجاهين، لان احنا هنا شغالين كي وجي ومتجهات، يبقى لازم ايه نحلل الاي سي. الاي سي هتبقى مره في الاتجاه ده ومره في الاتجاه ده. طيب ادي الزاويه سيتا هتبقى هنا كده، الزاويه دي الزاويه سيتا، يبقى هنا هيبقى كوزين السيتا، وهنا كده هيبقى ساين السيتا. طيب هنا هيبقى كوزين السيتا، عندي دلوقتي أداة السيتا ايه، ده 4، ده 3،
ده 5 ودي الثيتا. طيب كوزين الثيتا بقى ايه؟ 3 على 5، مجاور الزاوية على الوتر 3 على 5. يبقى كوزين الثيتا قلنا في اتجاه الجي سالب، ادا كوزين الثيتا او سالب 3 على 5 جي. طيب في اتجاه الاي السالب هيبقى ساين، طيب الساين ب4 المقابل للزاوية اللي هو 4 على 5، ادا 4 على 5، وبرده في اتجاه الايه؟ الاي السالب. طيب بعد كده هنجمع دول كده مع بعض. عندي دلوقتي ايه؟ 10 اي ناقص 32 جي، ده جاهز. طيب الالفا هيبقى كي في اي بجي وايه وسالب. الالفا كي في اي بجي وفي سالب، يبقى سالب جي، يبقى سالب 5/10 ألفا، يبقى 5/10 ألفا في اتجاه السالب جي. طيب وهنا هيبقى ألفا في كي في جي بسالب أي في سالب بموجب أي، يبقى زائد 2 ألفا في اتجاه الأي. ده بالنسبة للجزء ده كده. بالنسبة للجزء ده التاني بقى، يبقى سالب 9 في سالب 5/10 يبقى 4.5 في اتجاه الأي. سالب في سالب بموجب 9 في 2 ب18 في اتجاه الجي. طيب يبقى هنا في اتجاه الاي هيبقى 2 الفا اي و4.5 اي. طيب 4.5 وكان عندنا كمان 10 يبقى 14.5 في اتجاه الاي، وهنا هيبقى 2 الفا اي، ادي ال 2 الفا اي، 2 الفا اي، الفا الاي، الفا الاي الرد ده اللي هو البي سي. طيب ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني عندنا هنا في اتجاه جي، ادي في اتجاه جي اهو، في اتجاه جي في اتجاه السالب جي، ادي السالب، سالب 5/10 ألفا بي سي أهي، سالب 5/10 ألفا بي سي. طيب و18 جي، وهنا كان في سالب 32، 18 ناقص 32 سالب 14، يبقى سالب 14 جي، سالب 14 جي. طيب بعد كده هنساوي الاي بالاي والجي بالجي من الطرف ده مع الطرف ده. طيب الطرف ده كان فيه ايه؟ كان فيه في الاي 2 الفا بي سي و14.5، وفي هنا كان فيه في الاي سالب 4 على 5 اي سي، يبقى سالب 4 على 5 اي سي يساوي 2 الفا بي سي زائد 14.5. هنا في مجهولين، ولازم في معادله ثانيه. هنا هيبقى في اتجاه جي بقى اللي في الجي هنساوي مع اللي في الجي، سالب 3 على 5 اي سي، سالب 3 على 5 اي سي يساوي سالب 5/10 الفا بي سي ناقص 14، سالب 5/10 ألفا بي سي ناقص 14. طيب ممكن ايه بقى نعمل ايه؟ نضرب المعادلة دي كده في كام؟ في 4. لما نضرب في 4، 4.5 هيبقى ب2، يبقى سالب 2، وبعدين نجمع الاتنين مع بعض هيبقى 4 في سالب نص هيبقى في سالب 2، يبقى سالب 2 ألفا بي سي، لما نجمع مع بعض هتروح مع 2 ألفا بي سي. وهنا يبقى 4 في سالب 14، 4 في 14 ب 56، يبقى سالب 56 زائد 14.5، سالب 56 زائد 14.5 يبقى سالب 41.5. ده يساوي ايه؟ هنضرب الأربعة في المعادلة كلها، ضربناها هنا، ضربناها هنا، هنضربها هنا. يبقى 4 في سالب 3 يبقى سالب 12 على 5، سالب 12 على 5 ناقص 4 على 5 يبقى سالب 3.2 اي سي، سالب 3.2 اي سي، السالب هيطير مع السالب
يبقى AC يساوي 41.5 على 3.2. ب 12 و9 يعني تقريبا 13. طالما طلعت بموجب طلعت بإيه؟ 12 و9. 12 و9 موجب، يبقى يعني كده هي في نفس الاتجاه اللي احنا فرضناه. احنا فرضنا ان هي في الاتجاه ده، يبقى هي في الاتجاه ده. طيب الفا بي سي الفا بي سي هنعوض عن ال اي سي بقى، يبقى كام؟ سالب 3/5 في ال اي سي اللي هو 13 زائد 14 يبقى على سالب 5/10. اتناشر تلات بسالب 12 و4، تلات بسالب 12 و4. لما عوضنا عن الـ AC ب13 طلعت الـ الألفا بسالب 12 و4. معنى كده إن الألفا هتبقى في عكس الاتجاه. كنا فرضنا إن الألفا في الاتجاه ده، يبقى المفروض الألفا في الاتجاه ده. Thank you.